يقول في آخر أسئلته: هل يجوز أن أعطي الزكاة أكثر من فرد، أي الزكاة الواحدة؟ وهل يجوز أن أشتري بقيمة الزكاة أغراضا يحتاجها المسلمون المحتاجون للزكاة ثم أوزعها عليهم؟ أما قوله هل يجوز إعطاء الزكاة لأكثر من فرد، هو غير ظاهر. إن كان قصده أنه يوزع المبلغ الواحد على أكثر من فرد فهذا جائز، أما إن كان قصده أنه يعطيها لشخص ثم يأخذها ويعطيها لشخص آخر فهذا لا يجوز، لأن الشخص إذا المستحق لأن الشخص المستحق إذا أعطيت له الزكاة ملكها ولا يجوز أخذها منه. نعم. وشراء حاجات الفقراء. وأما شراء الحاجات وهذا ما يسمى بإخراج العروض عن الزكاة فهذا إنما يجوز إذا كان من مصلحة المستحق، إذا كان هذا من مصلحة المستحق فيجوز أن يعطى عروضا بدل الزكاة، أن يشترى بها عروضا أي سلعا وتعطى له، وإما إذا لم يكن هذا من مصلحته فإنها تدفع إليه الزكاة وهو يتصرف فيها حسب حاجته. نعم.